أحداث غزة أفرزت أشياء كثيرة، يعني عرت المجتمعات الغربية، المجتمعات المتشدقة بالديمقراطية وقضية حقوق الإنسان، وبعدين قدمت نموذج أنه هذا العالم يحكمه الأقوياء، وبدليل أنه غزة ظلت لوحدها، القتل، الأطفال، التشريد، التجويع، قصف المباني، المستشفيات، وبالتالي بدأوا يدخلون إلى غزة يهجرون أهله، وإحنا كل إحنا قاعدين ما عندنا غير أن نتفرج. هذا واقع جديد السياسيين كيف ممكن أن يتعامل معه؟ بس هذا مرفوض الواقع، مرفوض هذا الواقع، لازم نرفضه بقوة ونتحرك، نتحرك ضد إسرائيل. يعني شنو سمعتها في ثمان إسرائيل تحكي لك؟ صار مجلس قطري بحزب البعث من هسه، من كنا بعدنا ما وصلنا للحكومة، وقررنا أن نسوي العراق 11 فرقة، ثلاثة منها منقولة جوا، ونتعرض لإسرائيل، ندخل على إسرائيل من الأردن، من قوات صلاح الدين كانت في الأردن. إسرائيل شنو؟ إسرائيل مو رب الكعبة، إسرائيل هم تقدر تحجمها وبجهود مشترك وبجهود واضح وبأسلوب واضح. زين، كيف تقيم الموقف الإيراني تجاه غزة الآن؟ يعني إيران التي كانت تقول وهدفها القضية الفلسطينية ومن أولوياتها وتدعم محور المقاومة، في غزة اختلفت التصريحات. لا اختلفت، لا روح أنت قاتل، أنت روح قاتل، أنا مو يمك، أنا ما أريد أدخل، لأن ما أريد إيران تعتدى عليها. مو أنت تخلق مشكلة أسا الحوثيين اليوم ماخذين سفينة واليابان مهددتهم الحوثيين، سفينة محتلية بهليكوبتر، جت هليكوبتر اي واخذوها للسفينة. فالقصد من هذا الكلام توجه ماكو، ما عندنا توجه احنا. انا شو ننتظر ايران؟ انا وانتظر احنا لازم نخلق التوجه، احنا لازم نسعى الى ان يكون عندنا توجه واضح في قضية فلسطين، في القضايا العرب الكبرى، في قضية الوحدة العربية. ماكو وحدة عربية الآن، أكو تضامن عربي، وأنا سويته والله، أنا من صرت رئيس وزراء سويته، وسويت مؤتمر شرم الشيخ، وصار تضامن عربي على قدر المنافع الشخصية للدول العربية زائد المنافع العراق بالإضافة إلى العواطف. بس إذا أردنا نناقش قضية بتجرد تام، أي أنه الآن محور المقاومة اللي موجود هو أكثر فعالية وأكثر نفعا لغزة وفلسطين من كل الشعوب الإيرانية، الواقع يقول هذا، سواء كنا نحب أو كنا نكره، أقلها عندهم نتاج، أكو انتاج يعني فظيع بشرفي، يعني يستصغر الإنسان قدره من يشوف هذا الانتاج مع الفدائيين ذوله. يعني أنا أشوف أنا أسأل عن محور المقاومة. محور المقاومة هي قسم منه مرتبط بإيران. أي قسم منه مرتبط بإيران صحيح. أي إلى نتاج وضرب، وإن كان مخالف للرغبة الحكومية. بس إيران هي مرتبط بإيران، بس مو يعني توجيهها من إيران. يعني مو توجيهها من إيران. إيران يقول لك أنا ما حارب، أنا ما أريد أحارب. بلغتهم والتصريحات التلفزيونية كلها، هذا خامنئي اسمه، مو خامنئي هذا مش مرشد الثورة، خامنئي نريد احنا نتعرض لضربة من قبل دول. زين، هاي السياسة انت تقيمها انه دينها بنفسه وبلده عن المواجهة في ظل هذه الظروف، هو على حق؟ لا 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 مو على حق. شلون؟ هو ده يحرك قضية من جوا لجوا ويناب نفسه، وخلي زعم المجموعة الإسلامية ويخذ سوون موقف عسكري أو موقف تهديدي على الأقل، يقول له هي نعم أنا أدعم المقاومة وراح أدعمها أكثر. يعني هذا ما بيها شيء، يعني ما يخشى عقاب أمريكا ويخشى عقاب إسرائيل، يقول لك أنا باكر بلدي تتدمر.
خليه يتدمر. احنا مو تدمرنا بعد، احنا شنو احنا ما عدنا حال، دمرنا احنا فلسطين ولا ما دمرتوش حصلتوا؟ ما حصلنا شيء، كل شيء مات.